تعليقكم أستاذ محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن اغتيال أيضا عضوة المكتب السياسي جميلة شنطي في غارة استهدفت منزلها بشكل مباشر؟ يعني هذا يدل على أن العدو الصهيوني مفلس ودرجة الإفلاس وصلت به إلى أن اغتال امرأة مثل الأخت المجاهدة جميلة الشنطي. وعلى أي حال هو لا يتأخر في اغتيال أي شخصية قيادية في حركة حماس أو حتى كادر في حركة حماس، وهو يقوم بالقتل العشوائي والتدمير العشوائي لكل المنازل التي يعني يشتبه بوجود أحد فيها، وأحيانا يقتل بدون اشتباه، يقوم بعملية قتل للمدنيين من باب إثارة الرعب وإثارة الأجواء الحرب، وهو لا يدرك أن الشعب الفلسطيني لا يخاف إلا الله وأنه صامد وثابت في أرضه.